أنا اسمي أحلام الرشيد، بروتكشن كوردينيتر في منظمة الورد فيجن. طبعاً نحن طالعين من أجل الاستبيان تقييم احتياج لمنطقة حارم. منطقة حارم تعتبر من المناطق المدمرة بشكل كلي تقريباً، نسبة الدمار فيها ما يقارب 80%. طبعاً النساء والأطفال في العراء، المباني كما ترون الآن متهدمة. أن هذا الزلزال تزامن في وقت الشتاء والبرد الشديد، وفي منطقة يعني متعرضة لكارثة لحروب لمدة 11 عام، البنى التحتية ضعيفة جدا، المباني متهتكة ومتصدعة من قبل بسبب الحرب وبسبب القصف. النساء والأطفال بحاجة ماسة جدا وبأقصى سرعة إلى التدخل الدولي من أجل تخديمهم ومن أجل تلبية احتياجاتهم. بحاجة إلى مواد تدفئة، بحاجة إلى إسعافات، بحاجة إلى دور إيواء ومخيمات جماعية من أجل أن يلجأ إليها هؤلاء المتضررين. هناك أطفال منفصلين عن أسرهم، هناك أطفال مات جميع أهلهم، وهناك نساء فقدت عائلاتها، وهناك وضع كارثي. يعني كلما وصفناه كلما كان أكثر وأكثر. المباني معظمها متضررة في كافة البلدات. هناك فرق الدفاع المدني بارك الله فيهم قاموا بالتلبية وبإنقاذ ما استطاعوا إنقاذه.